إلى ذلك أكد أعضاء وفد الشعبة البرلمانية على مشاركة مملكة البحرين الإيجابية والفاعلة في أعمال الجمعية العامة 47 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، إضافة إلى أبرز المنجزات المتحققة في المملكة في مختلف المجالات. تم الإشارة إلى دور البرلمان الدولي في أهمية تحفيز البرلمانات الدولية على العمل مجدداً، ويعني إعطاء صلاحيات أكثر للبرلمانات المتوقفة حالياً. وفي نفس الوقت تمت مناقشة أمور تتعلق ب يعني قضايا تفصيلية تتعلق بالبرلمان الدولي، قضايا إدارية، قضايا تتعلق بمشاركات الدول في هذه البرلمانات وأهمية الحضور، وأيضا من خلال الطروحات التي تمت كانت هناك مجموعة أفكار طرحت من الجانب العربي تحديدا ساهمت فيها مملكة البحرين بطريقة إيجابية كبيرة، وايضا يعني كان حضور البحرين لافت في هذا المؤتمر. هذه الاجتماعات طبعا استمرار لاجتماعات البرلمان الاتحاد الدولي وكذلك الاجتماعات المسانده لها سواء اللجان الدائمه ولا المنتديات المصاحبه. طبعا مساهمه البحرين دائما تكون مساهمه ايجابيه، شاركنا في عديد من الاجتماعات المصاحبه، اجتماعات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان كان في كثير من القضايا المهمة، ساهمنا في صياغة مشروع لمكافحة الاتجار بالأيتام وحمايتهم بالذات في مناطق النزاع والمناطق الحروب، كذلك ساهمنا في عدد من اجتماعات المعنية بالشباب والتنمية المستدامة، كان في منتدى الشباب سلطنا الضوء على تجربة البحرين وإنجازات الشباب البحريني. تم مناقشة العديد من المواضيع المهمة والتحديات اللي تهم الأمن والسلام والاستقرار المجتمعات، وتم التأكيد على دور البرلمانيين المهم. هذا الدور بيكون في دعم ومساند الاستقرار في التنمية والسلامة من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة والمساءلة وضمان مساءلة للمؤسسات الحكومية في تطبيق إجراءات وقوانين.